السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر. يا رب قلوبنا وبيوتنا دايما عامرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله. طيب بقالك قد إيه تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه بقالك قد إيه؟ عمرك في معرفة النبي هو عمرك في الإسلام من ساعة ما بدأت توعى وتدرك، يعني قول مثلا 10 سنين 20 سنة 30 أو 40 سنة. بس هنا السؤال، بعد العمر الطويل ده هل تعرف النبي بجد؟ إيه اللي تعرفه عن النبي؟ اسمه، يوم مولده، كم حديث ليه؟ للأسف دي مش المعرفة الحقيقية اللي عايزين نوصل لها، وده اللي هنحاول نوصله النهارده مع ضيفنا الشيخ احمد الطلحي الداعي الاسلامي. اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ شلو دايما عامر. اهلا وسهلا، نورتنا. النهارده هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ازاي نعرف النبي عليه الصلاه والسلام. نبدا بايه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. معرفة الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها مراتب ولها مقامات ولها محطات في حياة عقلي وروحي ووجداني الإنسان. هذا الإنسان الذي يعيش في هذا الوجود وفي هذه الدنيا له ترتيبات كثيرة في الحياة. يتعرف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم بالأمور التي قد يتعرض لها الأطفال في المدارس، وهذا أمر حسن وهي أول خطوة. أن الإنسان يتعرف على الجناب النبوي، يعرف اسم الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعرف أبويه الشريفين، حتى أنهم أوجبوا على الإنسان معرفة نسب الحبيب المصطفى إلى سيدنا عدنان عليه الصلاة والسلام. إذا هناك أمور أساسية لا يمكن للإنسان أن ينفك عنها، ولكن ليست هي النهاية. بمعنى أنا أحفظ أسماء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم 20 اسم، وأعرف أم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأعرف أن السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي ابنة عم لسيدنا عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وآله ووالديه وصحبه وسلم، خلاص اكتفيت بهذه المعلومة. لا، المسألة لا تزال أكثر وأعمق من ذلك. إذن هي خطوات، كل إنسان منا يخطي فيها خطوة حتى يصل إلى أن يتحول الإنسان من مرحلة المعرفة لذاته الشريفة إلى حياة ذاته الشريفة. دائما كنا نسمع من الأستاذ الدكتور سماحة الشيخ سيدي علي نور الدين علي جمعة عندما كان مفتيا للديار المصرية وهو عضو هيئة كبار العلماء، دائما في كل مجلس، في كل مؤتمر، في كل تصريح، في كل حديث يحدث العالم عن مسألة مهمة، وهي قولهم أن تعيش حياة النبي لا أن تعيش زمن النبي. مسألة عظيمة، هو أظنه محور حديثنا في هذا اليوم، معرفته صلى الله عليه وسلم لأعيش حياته. لما ننظر إلى هذا الإمام المبارك الأستاذ الدكتور علي جمعة سنجد أنه استقى هذا العلم وهذه الكلمة وهذه المكرمة من حديث عظيم، وهو دعاء لسيدي أحمد ابن إدريس العرائشي المغربي رحمه الله. كان يقول دائما سيد دعاء في دعائه: اللهم واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. هذا الكلام الكبير ده هنفهمه إزاي؟ عايزين نبسط المعلومة ونفهمها أكثر. هم يريدون منك العلماء والصلحاء والفضلاء والمحدثون وأهل الحديث، كل هؤلاء الناس يريدون أن يوصلوا إلى الإنسان البسيط زي حالتنا كده معلومات مهمة جدا في حياته اليومية. مثلا قوله روحي له الفداء: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذه مسألة ومحطة مهمة، وقد تحدثنا في مجلس سابق عن هذا الحديث. لكن ما علاقته بمعرفة الحبيب المصطفى؟ معرفة الحبيب المصطفى أولا بقراءة السيرة. عندما أقرأ هذه السيرة المباركة سأجد كتب كثيرة كتبت في السيرة، فأتحول من قراءة لنصوص جامدة إلى حياة أعيشها، لا أن أعيش زمنه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل أعيش حياته وروحه وحاله صلى الله عليه وسلم. فأتحول من معرفة السيرة إلى تعلم السنة، فإذا تعلمت السنة أصبحت أعمل بالقرآن الكريم. أمنا عائشة تقول عندما سألوها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبوا أنهم يتعرفوا، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: هل قرأتم القرآن؟ قالوا: بلى يا أمنا قد قرأنا القرآن. قالت: كان روحي له الفداء قرآنا يمشي على الأرض. في القرآن الكريم سورة عظيمة جدا وهي سورة الشمس، أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بمظاهر الكون، بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، سبعة أقسام. في اللغة العربية يأتي خبر القسم بعد القسم: والله العظيم لأشربن هذا الماء، حلف أنه يشرب الماء، والله العظيم لن أدخل هذا البيت، هذا خبر القسم. طيب الله يقسم بمظاهر الكون، بما يقسم؟
بهذه المظاهر السبع، ثم بعد ذلك في خبر القسم يقول قد أفلح من زكاها. في سورة أخرى نقرأها في كل صلاة جمعة، نقرأها في صلاة العيدين، نقرأها في صلاة الشفع في كل ليلة، فيها آية عظيمة جدا قد أفلح من تزكى. هذه الآيات الكرام العظام هي نتاج معرفة النبي، فإذا تعرفت على النبي مباشرة تحولت هذه المعرفة إلى سلوك يتعاطاه الإنسان في يومه وليلته، يتحول هذا الحب وهذه المعرفة إلى حياة وحال يعيش فيه بين الناس، هنا يبدأ النور يأتي إليه وإلى قلبه. روح له الفداء كان عندما يتحرك من بيته الشريف، وهذا معرفة، إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي، كان يدعو بدعاء، هذا الدعاء كله نور، اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي نور وفي بصري نور إلى آخر الحديث. إذن الإنسان أصبح يتعلم السيرة ثم يتعامل بالسنة حتى يصل إلى معرفته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا حبيبي رسول الله، معنا تليفون أم نور، أهلا وسهلا. هلو أم مي، أهلا بيك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، تفضلي. ازاي حضرتك يا استاذ دعاء؟ اتفضلي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. عامله ايه؟ تمام. لو سمحت عندي سؤال بس لفضيله الشيخ. اتفضلي قولي سؤالك. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا ام مي، مرحبا. لو سمحت فضيله الشيخ، بس انا عايز اسال الفرق بين اللي بيتوفى يعني ايه، بيكون مثلا تعبان قبلها بفتره كبيره بيتعب كتير وبتوفى، والفرق بين اللي بتوفى يعني ايه على طول. الله، بتوفى يعني موت مفاجئ يعني. الله الله، انت قصدك يعني الفرق؟ انا عشان والدي بس توفى يعني هو نايم. جوزك هو كان واكل وشارب ما فيهوش اي حاجه، ويعني هو توفى هو كده، وماما تعبت كتير. باباكي مامتها، وماما تعبت كتير قبل ما توفت، يعني قعدت شهرين ثلاثه. باباكي توفى فجاه. بس الفرق ماشي عند ربنا. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يرحمه. هذا السؤال ينبئ عن عمق عظيم جدا. أولا، الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها، فالإنسان قد ينام، وعندما ينام كل الناس تنام، وهي الموتة الصغرى قال عنها صلى الله عليه وسلم. فعندما يستيقظ من منامه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. العقل يقول الحمد لله الذي أيقظنا بعدما أنامنا، نحن كنا نائمون فاستيقظنا، لكن أحيانا بعدما أماتنا إذن هناك موتة صغرى تحصل للإنسان، وهو معراج الروح، فيها يرى الملكوت، وفيها يرى الرؤى الصالحة، وفيها أنه يسافر، ولها قوانين ولها أحوال خاصة. الله سبحانه وتعالى يتوفى هذه الأنفس في هذه الساعة وفي هذه اللحظات، ولا تعود إلى صاحبها. هذا مقام، مقام فيه رحمة للمتوفى، ولكن فيه ألم لأصحاب المتوفى. المتوفي هو الله، المتوفى هو من وقع عليه حالة الوفاة. فهذا العبد الذي توفاه الله سبحانه وتعالى زوجها الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة والرضوان، عندما توفاه الحق تبارك وتعالى كان الأمر سلسا وسهلا عليه، لكنه مؤلم على أصحابه. أصحاب الذين يموت لهم إنسان فجأة، كان بالأمس القريب معنا، كان يأكل معنا، كان يشرب، كان يطعم، كان نائم، كان مضطجع هنا، كان يتفرج على التلفزيون، يشاهد شيء من البرامج، كان يفعل الأشياء التي يمارسها في كل يوم وفي كل ليلة، فجأة سقط ثم أبلغونا بأنه توفي. فهذه مسألة عظيمة، هي على قلوب أصحابه لكنها يسيرة عليه. الأمر الآخر هي يسيرة على أصحابه الذين يرونه فلان دخل العناية، فلان مؤشرات الأجهزة الحيوية تطلع بتنزل، له أحوال كثيرة جدا، هم يتهيئون أنه سيتوفى في أي لحظة وهم يتربصون لهذا الخبر. لكن الأمر الآخر هو صعب على صاحبه، هذا المرار الذي يمر به في حاله، في حالة الدنيا، لكن فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه إذا مات مبطونا فهو شهيد، ومتألما فهو شهيد، فهذه من رحمة الله، فكلاهما مرحوم، ولكن النتائج على من يفقدون هؤلاء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل موتانا وموتى المسلمين بواسع الرحمة والغفران. معنا تليفون غزل، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ممكن بس سؤالي فضلت الشيخ؟ مرحبا سيدة غزل، اهلا بك. لو سمحت انا كنت عايز اسالك عن حديث، تمام؟ الحديث كان عن السيده اسماء، وطبعا انا كلنا عارفين السيده اسماء اللي هي سميت بذات النطاقين بنت ابي بكر رضي الله عنها. كان في حدث انتباهي اللي هو كانت السيده اسماء دخلت على سيدنا محمد اللي هو زوج اختها بشفاف، دخلت عليهم بشفاف، فسيدنا محمد بدأ يديها الشفاف إيه؟ إذا بلغت المرأة لا يصح أن يظهر منها سوى وجهها وكفيها.
فأنا هنا سؤالي يعني إزاي السيدة أسماء ذات النطاقين هتدخل على سيدنا محمد بشفاف؟ فأنا عايزة دلوقتي أعرف يعني صحة الحديث لأنه ماشي يا غزل. الموضوع شغلني جدا. طبعا سؤالك واضح يا حبيبة قلبي، الشيخ هيجاوبك حقيقة. أكيد أستاذة دعاء هتجاوب برأي ما عليكي. يعني مستحيل، يعني هل يعقل عقلا؟ في أشياء عندنا الدلالة تسمى بالدليل العقلي والدليل النقلي. بالضبط، إذا كان هي نفسها هي مخها مستوعبش، ما استوعبش هذا الموقف، فأكيد من باب أولى أن هذا الحديث فيه نظر. جزاكم الله خير سيدة غزل، ولا تشغلي بالك، لربما يعني الإنسان يهتم بأمور هي واضحة وضوح الشمس، لكن جزاكم الله خير على سؤالكم واتصالكم وجواب السيدة دعاء عامر في دايما عامر. يعني خبرة ما شاء الله مع جلوسكم والمجالسة، مجانسة كما يقولون، مع سادة وعلماء وفضلة، أكيد استقيتم منهم العلم وتحصلتم على شيء من الملكة مباشرة لما سمعتم الحديث، رأيتم أن في الحديث نظر. طيب نرجع بقى لكلامنا عن معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نتعمق ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكتر، كل ما الإيمان يدخل في قلبنا أكتر. هقول المعليك وأنا جاي سبحان الله إلى طريقي إلى هذا الاستوديو المبارك، كانت في مبادرة قدمتها الحكومة المصرية وهذه الدولة المباركة، ومنعوا أن الناس، أعتذر في الألفاظ ولكن هي أشياء أساسية، بعض الناس أصابهم الله سبحانه ومصابون يعني بمرض السكري أو ما شابه، فتجده في قارعة الطريق يركن على اليمين ويذهب لقضاء الحاجة في طريق العامة، فالدولة رفضت هذا العمل وجعلت لهم أماكن مخصصة. ما علاقته بمعرفة النبي؟ هذا الخلق ما علاقته بأنا كمسلم أتعرف على الجناب النبوي؟ ما هو معرفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياة، مش معرفة عبارة عن نصوص. احنا خلاص قرينا النصوص، علمنا أنه تحدث 60,000 حديث، علمنا أن كتب السنة معروفة ومرتبة، علمنا أن البخاري ومسلم هؤلاء من علماء الحديث، علمنا أنه توفي في عام كذا. ليست هذه فقط، هذه مهمة جدا وهي أساسيات لا بد منها ولا يمكن للإنسان أن يتركها، لكن ليس هذا هو الهدف الأسمى الذي ننشده ونرنو إليه. ما هو أعظم من ذلك؟ قوله روحي له الفداء، من سلس خيمته على طريق الناس، حديث مهم، من سلس خيمته على طريق الناس فعليه لعنة الله والناس أجمعين. مسألة عظيمة جدا. ما معنى سلس خيمته؟ خلينا نترجم هذا الحديث مباشرة في الأعمال اللي احنا بنعملها. أي أنه أخرج هذه القاذورات سواء كانت من البيت أو من السيارة أو من ذاته وجسده وألقاها في قارعة الناس، يعني الست اللي بتشطف البلكونة وبتنزل الأوساخ اللي في البلكونة على الناس. هذا حديثه صلى الله عليه وسلم قال من سلس خيمته، هذا خطر يا سيدة. طيب الثاني اللي بتيجي تعصر الهدوم والناس قاعدة تحت، هذا خطر. طيب اللي يجي بنظف عربيته وأوساخ العربية تكون في قارعة الطريق، أيضا خطر. الذي بيركن على الطريق على اليمين ويروح يقضي حاجته في قارعة الطريق على جدار شركة أو على سور أو مشابه، هذا أيضا خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلس خيمته على طريق الناس فعليه لعنة الله والناس أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من ذلك. معنا تليفون صور، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة أنا صفا. صفا أهلا. أيوة. يا صفا. صفا ألو. ألو. أيوة يا صفا سمعيك، اتفضلي. انا هسألك سؤال واستاذن الشيخ ان انا اقول وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما انكم بتتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا سيدة صفا طبعا تفضلي. هل الانسان الذي لا يجد لا عنص على طاعة الله يساوي من يجلس ليل نهار مع الصالحين في اماكن العبادة؟ ده السؤال. واضح. معلش صفا، عايزين صفا معلش اسألي السؤال تاني. هل الإنسان الذي لا يجد لا عونا على طاعة الله يساوي من يجلس ليل نهار مع الصالحين في أماكن العبادة؟ تمام ماشي يا حبيبة قلبي، اسمعي الإجابة من الشيخ، نورتينا يا حبيبتي. هذا السؤال جميل، جزاه الله خير سيدة صفا. بتقول مسألة عظيمة، لأن هذا الكلام قالوه الصحابة لما جلسوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأوه روحي له الفداء، وهذه من معرفته الشريفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق أن يراك، فهل اشتقت أن تراه صلى الله عليه وسلم؟ هو يشتاق أن يراك، لكن بأي حالة يشتاق أن يراك؟ يشتاق أن يراك بأخلاقه وأوصافه وخصاله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يتحدث مع الصحابة عن شوقه لأمته الشريفة
لما تكلم معهم فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، كيف هي أحوالهم؟ فقال إن أحدهم يعمل بعمل يساوي 70 من أعمالكم. ما معنى الكلام؟ يعني السيدة دعاء أو سين من الناس أو زيد أو عمر من الناس الآن في هذا الوجود في هذا الكون يعمل بأعمال تساوي في حسناته عدد من حسنات ساداتنا الصحابة. لا مكانة الصحابي، الصحابي مكانته لا يمكن، لا يبلغ أحدنا ما بلغ مدة ما بلغ من الصحابة، لكن الحسنات والعطايا والخيرات قد يحصل للناس فيها خير كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدكم يعمل بأعمال كثيرة فله حسنات كثيرة تفوق عمل الصحابة. قالوا لي ما يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون أعوانا للخير وهم لا يجدون أعوانا للخير. أنتم معكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعينكم على الخير، أما هم فلا. فأكيد يا سيدة صفا من يجلس مع الصالحين ليس كمن يجلس وحده ويحاول أنه يجاهد نفسه وشيطانه وهواه ودنياه. جزاكم الله خير على هذا السؤال. سارة أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. طب دي شيك، انا بابايا توفى فجأة يعني وانا ما كنتش شفته وهو متوفي. وانت ايه؟ هو كان بابايا توفى يعني وموتها فجأة يعني وانا ما شفتهوش، عشان هو كان متجوز واحدة تانية على مامتي وهو هي كانت بعتني عنه. الله يرحمه. عاوز اعرف هو زعلان مني عشان ما كنتش بسأل معاه، ما كنت مسألش فيه. وانا ما كنت بكلمه كانت مامته ابويا بتزعل مني لما كنت بكلم ابويا في التليفون. مامتك كانت بتزعل منك؟ لا، مرات ابويا. مراته. هو ما في نفس البلد ولا في بلد تانية؟ لا، هو كان عايش في نفس البلد اللي انا عايشين فيها. لكن انت لما كنتي بتكلميه يعني هو كان بيرد عليكي ولا كان بيقولك لا ما تكلميش؟ لا، هي مراته، لا مراته هي كانت بتقول له ما تكلميش بنتك، تكلمك تاني في البيت نهائي. مين اللي كان بيوصل لك الكلام ده؟ هو كان اتصل بيا وقال لي ما تكلمنيش في البيت عشان هي بتزعق لي. زعق له؟ زعق عشان انا كنت بكلمه. ايوه، لكن كنت ما كنتيش بتكلميه على موبايله مثلا؟ هو كان معاه موبايل، انا كنت بكلمه هو كان سايب الموبايل بتاعه في البيت، قاعد كان بينساه. فانت بطلتي تكلميه بقالك فتره؟ من ساعه ما هو توفى انا ما شفتوش ولا كلمته نهائي من ساعه ما هو كان عايش. كم كانت المده ما بين اخر اتصال ووفاه الوالد؟ يعني سنه حضرتك. سنه ما فيش اي تواصل بينكم ابدا؟ هو اساسا ما جيت اتجوزت جالي البيت وبارك لي، يعني ساعه ما اتجوزت وقف معايا. يعني خلال العام هذا التقيتم وسلمتم على بعض وتكلمتم وتواصلتم؟ لكن لما توفى الله سبحانه وتعالى جنابك الكريم كنت بعيدة عنه، فما بلغك خبر الوفاة إلا أو ما لحقتيهوش يعني في ساعاته يعني الأخيرة؟ لا، ما شفتوش أنا وهو عايش، كنت نفسي شو هو عايش، بس هي منعاني عنه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعني يتولانا وإياكم بمحض الجود والفضل والبركة، ويتغمد الفقيد إن شاء الله بواسع الرحمة والغفران. فضلت الشيخ أمن عليك والنبي دعي يا فضلت الشيخ. عيني أمي، حاضر. فأولا هو مرحوم بإذن الله تبارك وتعالى، وهي في هذا الألم الذي يعتصر قلبها بإذن الله تعالى تثاب على ما بدر منها، لأن السيئات زي ما الحق تبارك وتعالى يرشدنا في القرآن الكريم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الندم التوبة. فهي وكأنها ندمت على الساعات التي مرت عليها، لكن هل معنى ذلك أنه هو في حزن منها أو هو زعلان منها أو مش راضي عليها؟ لا يمكن، لأن هذه المعاملة معاملة قلبية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لإنسان أن يفتيها في ذلك إنه قلب فلان راضي عليك أو لا، إلا إذا رأينا هذه الأحوال. كذلك لو رأينا بعض الأفعال لا تصدق كل ما ترى وصدق، يعني يقولون لا تصدق ما تسمع وصدق نصف ما ترى، حتى اللي بتشوفه لربما يكون يقصو عليك لأجل مصلحة معينة. لكن كلامي للسيدة زوجته، أولا عظم الله أجرك في هذا الفقيد، ولكن حاولي أن تصلحي ما أفسدت من قطيعة رحم، لأنها معلقة بالله سبحانه وتعالى، فقد ارتكبت إثما عظيما ومسألة كبيرة. إن كان هذا الكلام حقيقي فراجعي أمرك مع الله تبارك وتعالى وأصلحي ما بينك وبين الحق تبارك وتعالى، وما أفسدته ما بين الرجل وابنته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا بمحض الجود والفضل والبركة. ربنا يهدي. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. ومكملين حلقتنا مشاهدينا وضيفنا الشيخ احمد الطلحي، وطبعا ارقام التليفون تنزل على الشاشه لو اي حد عايز يسال الشيخ احمد سؤال، ومكملين كلامنا عن معرفه النبي صلى الله عليه وسلم. معرفه الجناب النبوي لها كما قلنا قبل الفاصل لها مراتب ولها يعني خطوات معينه، ذكرنا منها قراءه السيره، ثم بعد ذلك العمل بالسنه. لما؟ لاننا نتحدث عن مقام الحب. انا عندما احب انسان
أرى فيه الجماليات، فبحال أنا قادر عليه أو غير قادر عليه أتأثر به. كثير من الناس يجلس مع حد يقول سبحان الله وكأنه بيقلده، مش بيقلده، وتأثر حاله به، فهذا الذي نحتاجه. لما؟ لأنه هو النموذج الذي كل الناس تحتدي به، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلنا من السيرة إلى السنة، بعد ذلك نبدأ العمل بالسنة، وهي الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومنها إلى خدمة الأمة. يعني أربع أشياء توصلك إلى معرفة النبي: معرفة سيرته، العمل بسنته، الصلاة على حضرته، خدمة أمته. هذه الأركان الأربعة هي الأساسية، وهو الواجب العمل الذي نخرج به من مجلسنا هذا. إحنا معينا داليا. أهلا يا داليا. داليا معايا؟ ألو؟ اهلا بحضرتك، السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي، عليكم السلام، اتفضلي. مع حضرتك. الو، اتفضلي يا داليا، سؤالك. ايوه، انا كنت عايز اسال الشيخ عن سؤالين بس. مرحبا سيده داليا، اتفضلي. انا كنت عايز اسال سؤالين. قولي. اتفضلي. السؤال الاول كنت عايز اعرف داليا، قولي السؤالين ورا بعض، احنا سامعينك. هو احنا في التشهد بنقول اللهم صل على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم. ماشي. ايه السؤال؟ ليه احنا مش بنقول على سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم؟ جميل. ماشي، هو ده السؤال؟ في سؤال تاني؟ طيب ماشي يا حبيبة قلبي. يتسأل عن سؤال مهم جدا، وهي الصلاة الإبراهيمية التي وردت عنه روح له الفداء عندما جاءه سيدنا كعب بن أبي عجرة وغيره من الصحابة يسألون الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندما نزلت هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، متى نزلت؟ نزلت في ليلة النصف من شعبان. فسر قلبه الشريف لها، وذكر فيها حديث أنه قال شعبان شهري نسبة لهذه الآية. فقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصافحك، نقبل يدك الشريفة، علمنا كيف نسلم عليك، لكن علمنا كيف نصلي عليك. فهنا تجلى موقف التواضع من الحبيب الأعظم أمام أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والعلماء يقولون بوجوب، منهم من يقول بوجوب لفظ السيادة، ومنهم من يقول باستحباب لفظ السيادة، ومنهم من يرى بلزوم النص كما هو. يعني الثلاث مدارس موجودة، لكن من باب الأدب معه، لأنها عمل بالقرآن الكريم لتعزره وتوقره، نقول اللهم صل على سيدنا محمد. قال: فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هي تقول: لماذا نقول كما صليت على سيدنا إبراهيم، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم؟ وكأنها وقر في قلبها أن مكانة الحبيب الأعظم أعظم من كل الأنبياء. لكن هنا موقف سيدنا صلى الله عليه وسلم، عندما سألوا هذا السؤال قال: لا تفاضل بين أنبياء الله. لما؟ لأنه تواضع منه. الحقيقة هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومدار الكون كله عليه روح له الفداء أكيد، لكن عندما يذكر آباؤه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتواضع روح له الفداء أمامهم، فيقول: صلوا علي كما صلى الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم. لكن الحقيقة أن الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا السؤال مهم جدا، وهو عميق جدا، وفيه تفاصيل وتشعبات كثيرة، لكننا نلتزم نصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن علمنا الحكمة أو لم نعلمها. لما؟ لأنها أدب منه روح له الفداء مع ساداتنا الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب احنا عايزين بقى كلمة أخيرة في نهاية فقرتنا عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة نتوجه إلى الأحاديث التي فيها أعمال. ذكرنا في بداية الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: من سل سخيمته في طريق الناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ننظر في الأعمال التي نتعاطاها في كل يوم وفي كل ساعة. اليوم الفضول في كل الأماكن، في السوشيال ميديا، في المقاهي، في الجلسات، في البيوت، في المجالس، في كل مكان. روح له الفداء يقول: رحم الله امرئا تكلم فغنم أو سكت فسلم. معرفة النبي تلزمك بهذه الأحاديث، تلزمك بالإمساك عن الكلام اللي فيه فضول وقد يسبب نزاعات ما بين الناس.
يلزمك بنشر الأمان بين الناس، يلزمك بالنظافة الذاتية والشخصية ولا أن تلقيها على الناس. النظافة من الإيمان، لكن أيضا لا تلقي هذه القذرات وهذه الأوساخ على الناس. سنجد أحاديث كثيرة جدا كلها تعلمنا كيف يعيش الإنسان حياته من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صليت عليه، قرأت سنته، قرأت سيرته، عملت بسنته صلى الله عليه وسلم، صليت على حضرته، خدمت أمته. هذه الأركان الأربعة مباشرة تجعلني في هذا الوجود إنسان منتج في هذا الكون، صالح في هذا المجتمع، أعامل الناس بمنهاجه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يأتي تحت شعار واحد، وهو شعار حلقتنا اليوم، معرفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بشكر حضرتك في نهاية فقرتنا، ربنا يكرمك. شكر ليك سيدة دعاء عامر، وإن شاء الله دايما عامر. يا رب أمين. ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. مشكلة متكررة موجودة في كتير من بيوتنا، ولادك رايحين جايين على المدرسة وانت شايفة ان المدرسة مش قد كده. انت بقى لما قعدتي معاهم في الاول خالص بقى في الاورينتيشن، كلام سمعتيه كتير حلو وطموحات كبيرة بتتكسر على ارض الواقع. المدرسة بدأت كويسة ومع الوقت الدنيا بدأت تقع، ومش طبيعي ان انا انقل ولادي من المدرسة كل شوية. ازاي اقيم مدرسة ولادي؟ وازاي انا كولي امر اطور من ادائهم؟ امتى اخد قرار ان انا انقل ولادي من المدرسة؟ اوديهم بقى فين لو قررت انقلهم؟ ما في كده مقولة بتقول ايه، ما كل المدارس زي بعض. هل المقولة دي كافية ان انا خلاص اصرف بقى النظر عن فكرة النقل؟ لا، ده موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفتنا أميرة جمعة، مدرب التطوير المهني للمعلمين. اهلا بيكي يا أميرة. اهلا بيكي يا دعاء. حبيبتي نورتينا. وجودك يا حبيبتي، انا دايما فرحانه وانا معاكي ودايما عامر. نورانا. موضوع مهم طبعا، موضوع المدارس واولياء الامور، وتلاقي كل واحده في قرارة نفسها، كل ام مثلا يعني او انا ليه وديت المدرسه دي ويا ترى كويسه ولا لا، او في حيره رهيبه عايزه انقلهم. طب انقلهم أيوة. فين؟ ولا خليهم بقى مع اصحابهم قاعدين خلاص ارتبطوا باصحابهم، القصص اللي انت اكيد بتسمعيها على طول. ده حقيقي. بصي انا هسهل كده الموضوع واحده واحده، بالذات للناس اللي اول مره تدخل ولادها في مدرسه، الاطفال الصغيرين الام بتبقى محتاره اكثر حيره عن حد عنده خبره شويه. فهنبتدي كده البدايه ونقول ان في اربع محاور رئيسيه انا لازم ابص عليها وانا بختار المدرسه. اول حاجه فيها المكان. فانا لما اجي اختار مدرسه اشوف محيط سكني عامل ازاي، وفي مدارس عامله ازاي. فالمكان مهم جدا للطفل خصوصا وهو صغير، انه ما يزيدش عن 45 دقيقه الطفل وهو رايح وهو راجع. فالمحيط اللي هدور فيه هو ال 45 دقيقه اللي بعيده عن بيتي. فاول حاجه ابص عليها المكان. تاني حاجه هبص عليها نوع الشهاده. الشهاده دي فيها ايه؟ شهاده مثلا حكوميه ولا دوليه؟ وفي هنا زي ما نقول حاجه شائعه كده، ان الناس بتقولك ايه، لا دي مش مدرسه حكومه، دي مدرسه ناشونال. على فكره هي نفس الكلمه، هي مدرسه الحكومه، هي المدرسه اللي بتدي منهج الناشونال. بس هم بيستخدموا المعتاد، انه بيستخدموا كلمه حكومه في المدارس الحكوميه العربي، وبيستخدموا كلمه ناشونال في المدارس الخاصه اللي بتقدم منهج الحكومه بالعربي او باللغات. وفي نوع مدارس اللي هي المدارس الدوليه. فتاني ما النوع، انا ايه نوع الشهاده اللي انا عايزه ابني ياخدها. فعلى اساسها بختار المدرسه. تالت حاجه مستوى ابني الاجتماعي شكله ايه. انا عايزاه يبقى في محيط من المستوى اللي شبهه، فطبيعه اهلي، طبيعه جيراني، طبيعه اصحابي، وهكذا، ما يناسب مستواي الاجتماعي بدور فيه على المدرسه اللي بتناسبني. طيب بنضيف على بقى دي اخر نقطه وهي اهم نقطه، وهي المبلغ بتاع المدرسه. فلو انا هدخل مدارس حكوميه فطبعا الارقام فيها بتبقى بسيطه، لكن لو انا هدخل مدارس خاصه او دوليه الارقام بتختلف. طب اختار المدرسه على اي اساس، او اشيل انهي مدارس في حدود امكانياتي الماديه؟ اشيل تلت المرتب بتاعي، بمعنى ايه، او تلت دخلي، مش هنقول المرتب لان ممكن يكون دخلي من اماكن مختلفه او بطرق مختلفه. فأشيل تلت دخلي للمدرسة. فأنا مثلا لو أنا باخد 10,000 جنيه في الشهر، فبشيل 3,500 للمدرسة إلى 5,000، يعني بشيل من تلت
لنص دخلي كتير. في تمن المدرسة على فكرة التمن المدرسة ده تمن سنة مش في الشهر مش يعني اقصد اقول ان ممكن المدرسه تبقى 3500 جنيه لغايه اضرابي بقى 3500 او 5000 في 12 شهر يبقى 60000 جنيه فاحنا هشيل تلت دخلي الى نصه للمدرسه طيب وده وهو كده ده المفروض او ده الطبيعي او الصح ده المنطقي المنطقي اللي يخليني مش خايفه من اي تضخمات بتحصل في سعر الحاجه اللي تخليني ما انزلش ابني من مستوى لمستوى اقل منه اللي تخليني قادره ادفع بقيه المصاريف اللي هي بقى الانشطه والرحلات والحياه الاجتماعيه اللي الطفل هيعيشها في المدرسه لكن انا اديت كل حاجه ودفعت العشرة كلهم طب فين بقى يا ماما عايزة اروح الرحلة الفلانية لا مش هنقدر يا ماما عايزة اجيب الحاجة الفلانية مش هنقدر فالطفل دايما يحس انه في مكان مش في مكانه او مش على قد المستوى بتاعه فيحصل له احباطات ويحصل له حالة نفسية او يحصل له احساس بانه مش زي اصحابه ودي حاجة ما فضلهاش ابدا في المدارس وما فضلش ابدا برضو ان احنا ندخل العكس يعني ندخل حاجة اقل مننا بكتير فيبقى الاولاد دايما في بيئة اجتماعية مأثرة عليهم طبعا بالسلب او بالايجاب مش متناسبة مع مستواهم فدول اربع حاجات من الحاجات اللي لازم كل ام واب يهتموا بيهم الاول هنيجي بقى الخطوة اللي بعدها وهنقول طيب انا دخلت المدرسة اللي زي ما بتقولي كده يا اميرة مناسبة في المكان والمنهج بتاعها والحياة الاجتماعية وكمان المبلغ بتاعها مناسب ليا طيب انا الاول عايزة اقول حكاية المكان دي مهمة جدا ايوة لان في ناس بينبهروا بقى مثلا باسم المدرسة الفلانية ويقعدوا يخلوا العيال يعني يتمرمطوا في الباص بالساعة والساعتين بالزبط. في الطريق رايحين وزيهم راجعين يجوا بقى العيال كده انفرفارين بالزبط. فلا على فكرة مش للدرجات دي يعني كلمة المدارس بتتساوى دي مش غلط قوي أيوة. يعني اللي هنا شبه اللي هناك يعني ما تقعديش تبهدلي تفرهدي العيال صح لان هاخد من طاقة الطفل هاخد من طاقة الطفل أيوة. حتى البيئة الاجتماعية وكل اصحابهم هيبقوا ساكنين في الناحية اللي هناك وانتي هنا قاعدة مخليهم موحودين ما لهمش اصحاب عشان وديتيهم في مدرسة بعيدة عن المنطقة حد وهكذا طبعا في استثناءات لاي طبعاً. اسباب اخرى تخص طبعاً. كل اسره وكل عيله لكن احنا بنقول على المنطقي المناسب اللي انا هفكر وابتدي بيه بحيث ان انا لو استغنيت عن واحده من احد المحاور الرئيسيه لاختيار المدرسه ابقى فاهمه هعالج الامر ازاي فانا استغنيت عن المكان زي ما انت بتقولي وديت حته بعيده عندي الامكانيات اللي تخلي وتودي وتجيب وهكذا استغنيت عن الماديات ودفعت اكتر دفعت يبقى عندي الامكانيات اللي هتكفر او هتغطي المبلغ اللي انا زودته ده وهكذا فاي حاجه استغنى عنها من المحاور الاربعه اللي احنا قلنا عليهم يبقى لازم ارجع ليه انا هقدر عليها ولا لا واشوف العواقب اللي هتبقى على اساسها ممكن تظهر لو استغنيت عنها تمام هنيجي بقى خلاص دخلنا المدرسه وتوكلنا على الله وهي دي المدرسه المناسبه لاولادنا طيب انا اعمل ايه كأم او كأب عشان اخلي ابني يتابع المدرسه ما توقعش كل حاجه حلوه يعني دي اكتر من الاخطاء اللي انا يعني بسمع فبصدق 100% على فكره هو مش كذب ولا صدق هي منظور فلما انا مثلا اقول لك ايه اشتريت طقم يا دعاء تحفه ملهوش زي انا بشرح لك حاجتي ايوه انت هتشوفيه ايه يا اميره ده يعني عادي. طقم مش عادي مش قد كده فكل واحد بيبص على منظوره فانا هعتبر ان اصحاب المدرسه ومديرينها شايفين من منظورهم ان المدرسه دي احلى مدرسه في الوجود وده طبيعي لان هو بيشتغل في المدرسه دي هو شايفها ما كانش هيؤمن بيها ما كانش هيشتغل فيها فلما يجي يقول لي كده اتوقع ان دي رؤيته هو فما تتصبش عليا على انها مسلمه من المسلمات اللي ملهاش زي صح. خلاص نيجي بقى في الحته الخطره اللي احنا بنقع فيها اجي انبهر بان المدرسه فيها بيسين المدرسه فيها فروسيه المدرسه فيها ملاعب شاسعه المدرسه لا انتبهوا بقى للحته دي انكم ما ننبهرش ابدا بحاجه زي كده أيوة. انبهر لما يتقال لي ايه المدرسين واخدين شهادات من مكان الفلاني المدرس بياخد تدريب ان سيرفيس تريننج اللي هو تدريب اثناء الخدمه او تدريبات جوه المدرسه او خارجها طول السنه أيوة.
ان احنا فاتحين ابواب وقنوات متعدده للتواصل مع ولي الامر ويقولها لي هي ايه واحد واثنين وثلاثه ولا اربعه. المدرسه لو مدرسه مش بتتحدث باللغه العربيه ففي اهتمام شديد باللغه العربيه والهويه المصريه جوه المدرسه. مش ادخل مدرسه الاقي ابني طلع مش زيي. أيوة حتى مش عارفه اتكلم معاه ولا افهمهم ولا افكارهم ولا افكارنا ولا اي حاجه ولا كلامهم ولا اي حاجه. بالزبط. عايشين في عالم تاني دول. فما بلاش انبهر بالمظاهر اللي تخيل. لا انا انبهر هو في فروسيه بياخدوا كام حصه. هو في بيسين طب بيستخدموه قد ايه. لكن في بيسين وفي فروسيه عشان اطلعهم على الانستجرام والصوره واعمل فيديو لكن ولادي ما استخدمهوش. لا ما ينفعش. او حتى يعني انا مش موديهم نادي. بالظبط كده. انا موديهم عشان يتعلموا فيهمني المعلم. انت بتقولي نقطه مهمه جدا. مع الاسف في الفتره الاخيره في بعض المدارس بيهتموا الاهل يهتموا يقولوا اه دول جايبين مدرسين اجانب. تمام جايبين مدرسين اجانب بس مش دراستهم التعليم. أيوه. يعني مدرسين اجانب بس هم مش معلمين. أيوه. مش هو مثلا كان بيشتغل في بلده اي حاجه. أيوه. تانية. أيوه. وجي عشان هو اجنبي اشتغل هنا مدرس. طب ما هو ده مش هيعلم ولادي. بالظبط. فبفهمه ايه الشهادات اللي هو هيقدمها لي. أيوه. هو واخد وجزء المهم جدا جدا اللي بيفقده كثير من المدارس الخاصه والدولي انه ان المدرس يبقى معاه تربوي بيعرف يتعامل تربويا مع الاطفال. صح. دي من اكتر الاخطاء الشائعه اللي موجود في كتير من المدارس. صح. فلما انا كولي امر افهم بقى الحاجات دي وانا بسال هعرف اسال في ايه. والنقطه اللي بتقوليها يا دعاء في حته انا مش موديه نادي او كلام من ده لا يعيب ان المدرسه يبقى فيها مهارات مختلفه. طبعا. ولكن ما يبقاش هي ده الاساس زي ما بتقولي. لا هو الاساس هو التعليم ودي المهارات المكمله للعمليه التعليميه اللي بتساعد وتنشط الطفل في انه يبقى عنده مهارات مختلفه. الحاجه بقى المهمه ان انا دلوقتي هتنقل على نقطه انا ازاي هتصرف مع اولادي في المدرسه انا دخلتها دي. طيب اول نقطه المتابعه. ودي نقطه مهمه جدا جدا المتابعه. انا كولي امر اعرف كويس قوي اولادي جدولهم شكله ايه عندهم ماده ايه هيدرسوا النهارده. اتابع النقاط بتاعتهم عشان اقدر اشوف احتياجاتهم من واجبات من افكار من انشطه هيعملوها وابقى مشاركاهم فيها. احنا معانا تليفون. ام فريده اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالاستاذ دعاء. ازيك يا حبيبتي اتفضلي. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا بحبك جدا حبيبه قلبي اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال الدكتوره انا بنتي لسه داخله المدرسه السنه دي ان شاء الله. فانا كنت يعني حاسه ان هي برضو مش فاهمه هي داخله على ايه فكنت عايزه اعرف اهيئها ازاي. ماشي يا حبيبتي. ماشي. سنة كام يا أم فريدة؟ سنة كام؟ لسه داخلة سنة أولى هي عندها ست سنين. أولى ابتدائي ست سنين. أه ما دخلتش حضانة قبل كده؟ لا ما دخلتش تمام. حضانة. تمام تمام أشكرك. بطبيعة الحال بيبقى حوالينا جيراننا أو أصحابنا أو كده الأولاد من نفس سننا أو في عيلتي ناس من نفس سننا. ممكن أخلي حد من الناس الأكبر منها بسنة أو سنتين يكلمها على المدرسة وهكذا. أنا كأم لسه ما دخلتش حضانة في الفترة دي وهدخل على أولى ابتدائي على طول يبقى أكون بشتغل مع بنتي شوية حروف بشتغل معها قراءات بقرأ لها قصص كتير بسمعها قصص مختلفة باللغة اللي أنا باللغة العربية طبعا وباللغة الأجنبية اللي أنا أدخلها فيها المدرسة لو أنا مدخلة مدرسة أجنبية. الحاجة التانية انه لازم اهتم كويس قوي بالمهارات يعني الحاجات العضلات الدقيقة بتاعت الطفلة عشان لما تيجي تكتب او ترسم او تلون فتقدر ان هي. وهو المفروض من سن كام؟ النقطة اللي انت بتقوليها دي مهمة جدا. مهمة جدا. ان في نظرية تقول لا ما تخليهمش يمسكوا القلم والحاجات دي وهم في الحضانة. وفي نظرية بتقول لا ده الحضانة دي اساسية مهمة جدا قبل المدرسة ولازم يقروا ويكتبوا ويرسموا. من غير ما حسن عضلاته الدقيقة ما لا يستحب. فهي داخله على اولى ابتدائي. يعني هتلاقي مسيلتها دخلوا حضانة وعندهم بعض المهارات عندهم بعض الحروف وهكذا فهي تشتغل معاها من خلال ايه قرايه خلي مفرداتها تبقى كتير. وفي نفس الوقت وديها المدرسه كل شويه تعالوا نزور المدرسه قبل ما نروحها. لما تجيب اللبس جيبيه بدري شويه وريه لها الله شويه اغاني في البيت عن دخول المدرسه عارفه اغنيه تعدوله دخل سنه اولى. كنا بنغنيها دايما لاولادنا وهم صغيرين. فهيئها ابين لها انها تدخل في مرحله جديده وجميله جدا ابين لها ان هي ما انتظرش منها ان انا اقول لها انا عايزك تبقي شاطره عايزك تطلعي الاولى عايز مش لازم اقول الكلام ده ولكن عايزك تعملي اللي عليكي.
فدي حته مهمه قوي. فالتهيئه بتبقى من ناحيه معلومات، فانا بديها شويه معلومات عن طريق قصص واغاني وارقام وحروف وحاجات استماع وهكذا، وبعض المهارات ان انا اخليها تلعب بالصلصال او بالمكعبات او ليجو او الحاجات اللي زي كده، وبعض برضو القيم ان هي تبقى نظيفه، انها تعرف انها تاكل ازاي، ترتب شنطتها ازاي، تعالي نشوف الورقه تتحط في مكانها، القلم ما يتكسرش، ما شخبطش في الورقه. فدي بعض القيم اللي انا بعلمها لها عشان لما تدخل مدرسة تبقى تلميذة مجتهدة ومهذبة مع المدرسين بتوعها. طيب انت قلتي بقى حاجة قبل التليفون مهمة، انه الاهل لازم يتابعوا ولادهم في المدرسة. ايوة. طيب في برضو جزء كبير للأسف من الاهل المتابعة بتاعتهم بتبقى بالزيادة، يعني كأن هم اللي بيتعلموا مش ولادهم. أيوة. يعني داخلين معاهم في كل حاجة. في التعليم، وبيعملوا حمل نفسي زيادة على الأطفال بصراحة يعني. بالضبط. فأنا مش عارفة الصح إيه برضو. لا ده غلط خالص خالص. أنا لازم أتأمل إمكانيات أولادي. لأن أنا لما بدخل بنفسي أنا كده محيت إمكانياتهم إن أنا أبص عليها. محيت شخصيته. يعني خلينا نبص من فوق. إحنا كده كده أكبر منهم. فإحنا المنظور بتاعنا من فوق. فخلينا نبص من فوق عليهم مش معاهم. لأن معاهم مش هشوف غير اللي هو كمان شايفه. لكن لو أنا بصة من فوقيهم هشوف كل حاجة. فخلينا نبص على أولادنا من بعيد، نتأمل إمكانياتهم. في ابني بيسمع بيلقط بسرعة، لا ابني بالملاحظة يلقط بسرعة، بالكتابة يلقط بسرعة، يعني أشوف مهارته فين. ومن مهارته أنمي الحتة اللي عنده دي. فلو أنا مثلا مش عارفة يحفظ وهو استماعه حلو، أخليه يسمع حاجات مثلا على اليوتيوب أو على التلفزيون أو كده. لو أنا مثلا هو بالملاحظة أخليه يشوف حاجات تتعمل قدام إيده. لو هو بيكتب أخليه يعمل الكتابة. لكن هو مثلا بيكره الكتابة جدا، ما خليهاش هي الحاجة الرئيسية، أخليها هي الحاجة اللازمة. يعني لما يلتزم بأنه محتاج أنه يكتب أخليه يستخدم الكتابة لأنه ما بيحبهاش. لكن استماعه وملاحظته حلوين جدا، أنمي الحتة دي. فالفكرة كلها في المتابعة إن أنا أعمل روتين يومي يا دعاء. روتين يومي للطفل من أول ما بيدخل البيت، هيحط شنطته فين، هيرتب واجباته إزاي، هيتغدى إمتى، هيستحمى إمتى، هيروح النادي إمتى. لأن من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها ومن الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الأهل، إن أنا بجيب الولاد من المدرسة ويمكن كمان بلبس المدرسة على النادي، ومن النادي لغاية آخر اليوم على البيت. أنا مش عارفة ده إزاي. ده خطأ شائع وكبير وخطير. ليه؟ لأن دايماً أقول الطفل لازم يتحط في أربع حيطان. لازم في جزء في النادي، بس في جزء في البيت. عشان يتعلم حسن الاستماع. عشان يتعلم الأمان. عشان يتعلم الاحتواء. عشان يتعلم إنه في رولز، في قواعد عايز أمشي عليها. في بره البيت ليه قواعده وجوه البيت ليه قواعده. فلازم اعمل التوازن ده. عشان فاكره لما قلنا في الحلقات اللي قبل كده قبل ما نخلف نشوف ازاي هنربي اولادنا. صح. والوسط حلو في كل حاجه. ايوه الوسط حلو. الناس يا اما سايبين الاولاد خالص في موضوع التعليم، يا اما مركزين بالزياده، او بياخدوهم زي ما بتقولي من المدرسه على تمارين ضغوط على العيال. بالظبط. الوسط الطبيعي حلو. الوسط حلو. الاقي مثلا الام بتعلم اولادها ابنها 3 4 العاب. ليه هي كفايه واحده عايز يكمل فيها، وخصوصا الاطفال الصغيرين مش بتكتشفيهم بسهوله. يعني في طفل دخل مثلا سله ومره وفولي بول مره وكره قدم مره وسباحه مره، لقيتيه فين؟ لا انت ما اكتشفتيهوش. انت لازقه معاه كده. مش بصة من فوق. عشان عنده مهارات في التوازن، اللي عنده مهارات في ايديه، ولا عنده مهارات في السباحه. مهارته فين؟ اكتشفيه الاول، وبعد اكتشافه حطيه بقى في اللعبه المناسبه ليه. أميرة أنا بشكرك جدا في نهاية الحلقة. شكرا لك. شكرا يا دعاء. شكرا ونورتينا. أشكرك. شكرا ليكي وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.